لا هيدا الجزء اسهل بالنسبه لنا، كانت جوال دقيقه يعني تحسب امتى فيه. ها اجا لوح عنا انه ليش؟ ليش هو عنده طوي وانا بكيت؟ ليش؟ الله على الحب والغرام. سبحان الله يا زلمه، هالعشاق شو حلوين مثل الكلين. استاذ جمال يعني اليوم شفناها لماجي باطلالتها مع جيسيكا عزار، غنت لك وانا بدي غني لك كمان. يا اخي عالمي عالمي هالمطرب. بدي غني لك، غني معي. قلبي صغير بعد ما طير على كلمي بيتي. يغني لك اياها والله، واكلك تاكلك على هالصوت ان شاء الله. عن جد والله. قلبي على قلبك، دائما قلبي على قلبه. اذا محروق قلبه نحن بلا قلب. قديش بتخافوا من الحسد لان دائما علاقتكم تحت الاضواء؟ لكن احنا ما بنجرب نفرجي. ام بدار ام. لا قديش بنخاف من الحسد؟ بوجود الله ما بنخاف من العبد. شو هاد؟ اداء اسطوري. اداء اسطوري، اداء بخوف. صراحة أنا انصدمت. صح مزبوط، ما منخاف من هيدا الحسد. حبيبي I love you. مبروك لك. راح يعني راح ما بقى يرجع؟ الله يبشرك بالخير يا عفوفة. ما بخاف لأنه ما كتير صراحة بآمن بالحسد والعين، أو حتى لو موجودين ما بياخدوا من وقتي و... أما أنا أقول لك يا أخي لين ده لسانك حصانك. عرفتي ومن طاقتي ما بفكر فيهم، بصلي وبتكل على الله وبس. الله الحامي. حامي مضبوط. في جملة نقالت أثرت فيي وبالعالم كتير، هيك حبيت أولى بمطرح معين. شغلة خطيرة كثير بعيني، صار لازم نشكل فرار خارجي. هيك خليها لوقتها، ما بدي احكي عنها لانه انا بحبها. عماد العمى. او نصيحه، اي ممثل او ممثل بحس اللي قباله شكله رح يهزه ما يمثل، يقعد بالبيت. حياه النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطه، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده.